أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد الله ناس على أهمية تعزيز علاقات الشراكة بين قطاعي الأعمال البحريني والكوري ودفعها لآفاق أرحب على كافة المستويات والعمل للاستثمار في الفرص والمشاريع الواعدة والمتاحة في كلا البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال انطلاق منتدى مجلس الأعمال البحريني الكوري الجنوبي في نسخته الرابعة والذي شهدته العاصمة الكورية سيول. ودعا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى التوجه نحو تشكيل تكتلات اقتصادية قائمة على فكرة التكامل الاقتصادي للحد من التداعيات التي تفرض على المجتمعات من حين لآخر والاستفادة من التطور التكنولوجي في عالم الأعمال لرفع مستوى الصناعات المحلية وجعلها عاملا رئيسا في حركة النمو الاقتصادي للدول. كما تم خلال المنتدى تسليط الضوء على ما شهده مناخ الاستثمار في البحرين من تطور ونماء بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، ما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية انعكست على تحقيق تدفقات استثمارية مباشرة إلى مملكة البحرين بلغت 1,766,000,000 أمريكي في عام 2021، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك مع أصحاب الأعمال الكوريين الجنوبيين. هدف الزيارة اليوم مثل ما تشوفون وراي هناك كثير من التفاعل من مصنعين ومستثمرين وفرص استثمارية وكذلك تعزيز التبادل التجاري بين كوريا الجنوبية والبحرين، وهذه من أهداف الغرفة. وطبعا هذا يصب بشكل كامل مع سياسة الدولة، سياسة مملكة البحرين تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والفرص المشتركة بين الدولتين.